بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نبقى مع مواضيع التقويم التشخيصي لبداية السنة الدراسية، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الشعب الأدبية، وهو موضوع خاص بدروس السنة الأولى من التعليم الثانوي من أدب صدر الإسلام للشاعر شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت. إذن هو تقويم للمكتسبات القبلية، خاصة ما تعلق بمكتسبات السنة الأولى من التعليم الثانوي. نبدأ أولا بقراءة النص موضوع السند، ثم نتعرف على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. قال حسان بن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. ولا تمتح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد. بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد. عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد. ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت، عيون ومثلاها من الجد تسعد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها، على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد. وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد. فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. إذن هذا بالنسبة لقراءة القصيدة. نبدأ بشرح بعض المفردات المتعلقة بهذا الموضوع. إذن بطيبة، وطيبة هي مدينة يثرب، أي اسم من أسماء المدينة المنورة. كلمة رسم وكذلك الرسوم هي آثار الديار، فهنا يقصد الأثر الذي ترك. الرسوم أيضا هي الآثار. كذلك كلمة تعفو، تعفو الرسوم، تعفو بمعنى تزول تندثر، فنقول عافت الرسوم أي زالت الآثار وانمحت. في البيت الموالي: ولا تمتح الآيات من دار حرمة، الآيات هنا بمعنى العلامات. إذا لدينا كذلك في البيت الرابع: عرفت بها رسم الرسول، والرسم كما قلنا هي الآثار، وهنا يتحدث عن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. في البيت السادس: أطالت وقوفا تذرف العين جهدها، على طلل القبر، والطلل كذلك بمعنى آثار القبر. في البيت السابع: فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. ثوى بمعنى مات ودفن، إذن دفن في المدينة المنورة. كذلك لدينا في البيت التاسع: وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، هنا يتحدث عن الصحابة بعد دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحزن باد على وجوههم. وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، وهنت بمعنى ضعفت. أما في البيت العاشر في قوله: وهل عدلت يوما رزية هالك، والرزية هي المصيبة، فهنا مصيبة موت محمد صلى الله عليه وسلم لا تساويها أي مصيبة أخرى. هذا بالنسبة لقراءة النص وكذلك شرح المفردات. نأتي الآن إلى الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة المتعلقة بالبناء الفكري. السؤال الأول: البناء الفكري كما هو معروف متعلق بأسئلة الفهم، فهم النص. السؤال الأول: تنتمي القصيدة إلى غرض شعري، هل هو الغزل أم الرثاء أم الحكمة؟ والإجابة هنا تكون مع التعليل. السؤال الثاني: ذكر الشاعر شدة تعلق الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أين يظهر ذلك في النص؟ السؤال الثالث:
تأثر الشاعر ظاهر بالقرآن الكريم، استخرج 3 ألفاظ تدل على ذلك. إذا هذا معروف بالنسبة لشعراء صدر الإسلام، هو التأثر بالقرآن الكريم. السؤال الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. دل على معنى الحديث في القصيدة مع التعليل. السؤال الخامس، غلب على النص نمطان بارزان، ما هما؟ أذكر مؤشرين لكل واحد منهما مع التمثيل. هذا بالنسبة لأسئلة البناء الفكري. ننتقل الآن إلى أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول، أعرب ما تحته خط في النص، الكلمة الأولى في البيت الأول في الشطر الثاني، وقد تعفو، إذن إعراب كلمة تعفو. الكلمة الثانية المطلوب إعرابها هي في البيت السابع في قول الشاعر: فبوركت يا قبر، إذن مطلوب إعراب كلمة قبر في البيت السابع. السؤال الموالي، على من يعود الضمير هم في البيت التاسع؟ يقول في البيت التاسع: وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم، إذن يوجد تكرار للضمير هم، فعلى من يعود، وكذلك ما دوره في النص. السؤال الثالث، ما نوع الأسلوب في البيت الحادي عشر وما غرضه؟ يقول في البيت الحادي عشر: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. إذن المطلوب بيان نوع الأسلوب وكذلك الغرض البلاغي. السؤال الرابع، استخرج من البيت الثالث صورة بيانية مبينا نوعها وسر بلاغتها. إذن البيت الثالث، يقول الشاعر: بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد. إذن المطلوب استخراج صورة بيانية، بيان نوع الصورة وكذلك سر بلاغة هذه الصورة وأيضا الشرح. السؤال الخامس، استخرج من البيت الثامن محسنا بديعيا مبينا نوعه وأثره في المعنى. البيت الثامن، يقول الشاعر: لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد. الثرى بمعنى التراب. إذن هذا بالنسبة للسؤال الخامس. نأتي الآن إلى السؤال السادس والأخير، وهو متعلق بالكتابة العروضية. اكتب البيت الأول كتابة عروضية، ثم حدد القافية وحرف الروي والوصل، ثم سمي بحره. إذن هذا بالنسبة للأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. نأتي الآن إلى الإجابة النموذجية. نبدأ أولا بأسئلة البناء الفكري. قلنا السؤال الأول، إلى أي غرض تنتمي القصيدة؟ علل. إذا نلاحظ أن الشاعر نظم هذه القصيدة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يبكيه ويعدد مآثره، وكذلك حزين على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الغرض الشعري الذي يتماشى مع هذه المعاني، معاني الحزن ومعاني تعداد مآثر الميت، هو غرض الرثاء. فالرثاء هو البكاء على الميت وتعداد خصاله ومآثره والبكاء والحزن عليه. هذه المعاني كلها موجودة في هذه القصيدة، خاصة في قول الشاعر: ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت، كذلك أطالت وقوفا تذرف العين جهدها. كذلك في قوله: لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، أيضا في قوله: وراحوا بحزن، أيضا في قوله: فبكي رسول الله يا عين، وأيضا ما فقد الماضون مثل محمد، إلى غيرها من الأمثلة الأخرى التي تدل على حزن الشاعر على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، ذكر الشاعر شدة تعلق الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أين يظهر ذلك في النص؟ إذا تعلق الصحابة بالرسول الكريم الكبير، ويظهر ذلك في حزنهم الشديد على فراقه عليه الصلاة والسلام، حيث يقول حسان بن ثابت في البيت التاسع:
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضدوا. إذن الصحابة عليهم الصلاة والسلام أحسوا بحزن شديد انكسار بفقدهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فقد فقدوا المرشد والمسدد، كذلك الحليم العليم الرحيم. إذن كل هذه الصفات التي كانت موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت الصحابة يشعرون بحزن شديد لفراقه. ننتقل إلى السؤال الثالث. تأثر الشاعر ظاهر بالقرآن الكريم، استخرج 3 ألفاظ تدل على ذلك. إذن ميزة من ميزات شعر صدر الإسلام أنه يظهر على الشعراء التأثر بمعاني وألفاظ القرآن الكريم، ويظهر ذلك جليا في هذا النص من خلال بعض الألفاظ مثل رسول الله، الآيات، الهادي، النور، القيامة، محمد عليه الصلاة والسلام وغيرها من الكلمات الأخرى التي تدل على هذا الأمر. السؤال الموالي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. دل على معنى الحديث في القصيدة مع التعليل. إذن يظهر معنى الذي تضمنه الحديث في البيت العاشر في قول الشاعر: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. إذن أي أن هذه المصيبة، مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعدلها ولا تساويها أي مصيبة أخرى، فهي أكبر وأفجع المصائب. يسمى هذا الأمر بالاقتباس، والاقتباس هو الأخذ من معاني القرآن الكريم وكذلك الحديث النبوي الشريف. وهنا دليل على تأثر الشاعر بالأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تأثره بالقرآن الكريم. السؤال الخامس، غلب على النص نمطان بارزان، ما هما؟ أذكر مؤشرين لكل واحد منهما مع التعليل. إذا نلاحظ أن النمطان هما النمط الوصفي والنمط السردي. بالنسبة للنمط الوصفي، لأنه يصف محاسن ومآثر الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال ذكر صفاته مثل قوله: معهد منير، الرشيد المسدد، أطالت وقوفا. هنا الصفات والأحوال. كذلك الصور البيانية مثل قوله: نور يستضاء به، استعارة، أسعدت أعين. كذلك المؤشرات الأخرى للنمط الوصفي، الأفعال المضارعة الدالة على الحركة والاستمرارية مثل قوله: تعفو، تهمد، تمتحي. كذلك يسعد، يستضاء، يوقد، كلها أفعال مضارعة دالة على الحركة، وهذا دليل الوصف. لدينا كذلك كثرة الإضافات مثل قوله: دار حرمة، منبر الهادي، الرسول، رسم الرسول، وغيرها من الكلمات الأخرى التي أو الجمل الأخرى التي فيها الإضافات. الإضافات أيضا من خصائص النمط الوصفي. يوجد خصائص أخرى أيضا موجودة في هذا النص. يوجد كذلك النمط السردي، من خصائصه الأفعال الماضية، كثرة الأفعال الماضية مثل: ظللت، أطالت، عرفت، أيضا غيبوا، ثوى، كذلك راحوا، كلها، وهنات، وغيرها من الأفعال الماضية التي تدل على السرد. أيضا الظروف، ظروف الزمان والمكان مثل قوله: طيبة، وطيبة هو اسم مدينة يثرب، المدينة المنورة، حجرات، عشية، يوما، وغيرها من الظروف. كذلك من خصائص النمط السردي غلبة الأسلوب الخبري، وهو ما نلاحظه في هذا النص. يوجد الأسلوب الخبري بكثرة: لقد غيبوا، كذلك راحوا، ضللت، عرفت، وغيرها من الجمل الأخرى، كلها بأسلوب خبري، هذا دليل على السرد. أيضا من خصائص الأسلوب الخبري الأحداث، فهنا يتحدث عن حدث موت الرسول عليه الصلاة والسلام، حزن الصحابة على موته، كيف دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشعورهم بالحزن الشديد على فراقه. هذا فيما يتعلق بالسؤال الخامس. ننتقل الآن إلى أسئلة البناء اللغوي. أولا الإعراب، أعرب ما تحته خط تعفو في البيت الأول.
وقد تعفو، إذن وقد تعفو، تعفو فعل مضارع. إذن أولا نحدد نوع الكلمة. الكلمة عبارة عن فعل مضارع. هذا الفعل المضارع لم يسبق لا بنواصب ولا بجوازم، توجد فقط قد وهي أداة تحقيق وتأكيد. إذن لكن لا يوجد لا أدوات نصب ولا أدوات جزم، وبذلك يكون فعلا مضارعا مرفوعا. إذن تعفو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، لأن هنا الفعل معتل الآخر، عفا تعفو فعل معتل الآخر، لذلك الحركة هنا مقدرة على الواو. منع من ظهورها الثقل، فهنا المانع هو الثقل وليس التعذر، لأن على الواو يكون المانع هو الثقل. الكلمة الثانية يا قبرة، إذن قبرة، قبرة منادى، سبقت بأداة النداء، فهنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والرسول مضاف إليه مجرور. إذن هذا بالنسبة للإعراب. ننتقل إلى السؤال الثاني، على من يعود الضمير هم في البيت التاسع وما دوره في النص؟ بالنسبة للبيت التاسع يقول الشاعر: وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم. إذن هم الضمير هم هنا يعود على الصحابة، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. دوره كما هو معروف، فإن الضمائر لها دور في اتساق النص وترابط أجزائه، وهنا الضمائر هي في جانب الإحالة، الإحالة. إذن فالضمير يحيل إلى هم، يحيل إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الموالي: ما نوع الأسلوب في البيت الحادي عشر وما غرضه؟ بالنسبة للبيت الحادي عشر يقول الشاعر: فبكي يا رسول الله يا عين عبرة، فبكي، فهنا أمر، يأمر الشاعر عينه بالبكاء على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أسلوب إنشائي طلبي جاء بصيغة الأمر، فهو الشاعر يأمر عينه بأن تبكي، بأن تشعر بالحزن والتوجع. إذن هنا الغرض واضح، هو الحسرة، الحزن، التوجع على فراق النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الموالي: استخرج من البيت الثالث صورة بيانية مبينا نوعها وسر بلاغتها في البيت الثالث. يقول الشاعر: بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. إذن الصورة البيانية هي في قول الشاعر: ينزل من الله نور يستضاء. إذن هنا شبه النور الذي، أو شبه الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالنور، فهنا حذف المشبه وهو الوحي وترك ما يدل عليه وهو ينزل من الله. إذن ما ينزل من الله على النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحي، فهنا شبه هذا الوحي بالنور، فذكر المشبه به، صرح بالمشبه به وهو النور، وحذف المشبه وهو الوحي على سبيل الاستعارة التصريحية. هنا صرحنا بالمشبه به وهو النور، وحذف المشبه، المشبه هو الوحي، حذف وصرح بالمشبه به، الوحي كالنور، الوحي كالنور. إذن حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو النور، لذلك الصورة البيانية هنا هي استعارة تصريحية. أما القرينة الدالة على ذلك فهي ينزل من الله. سر بلاغة هذه الصورة هو تقوية المعنى وتوضيحه من خلال تشخيص المعنى وتجسيده. إذن الوحي هو أمر معنوي، فجسده الشاعر في صورة الملموس وهو النور، لذلك هنا نقول تجسيد المعنى. ننتقل إلى السؤال الموالي: استخرج من البيت الثامن محسنا بديعيا مبينا نوعه وأثره في المعنى. يقول الشاعر في البيت الثامن: لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد. إذن هنا لدينا جناس، والجناس هنا بين كلمتي حلما علما، وهو جناس ناقص. إذن كلمتان متشابهتان في اللفظ مختلفتان في المعنى، ولكن ليس تشابها تاما، وإنما هناك اختلاف في الحروف بين الحاء والعين، لذلك يسمى جناس ناقص. أما أثره في المعنى فالجناس له أثر من جانب الرنة الموسيقية فقط، فهو يحسن الكلام ويعطي الكلام جرسا موسيقيا.
يستحسنه السامع. هذا بالنسبة للسؤال الخامس. ننتقل إلى السؤال الأخير المتعلق بالكتابة العروضية. اكتب البيت الأول كتابة عروضية، ثم حدد القافية وحرف الروي والوصل، ثم سمي بحره. إذن البيت الأول يقول الشاعر: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. إذن بالنسبة للكتابة العروضية، القاعدة: كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. هذه القاعدة الأساسية في الكتابة العروضية. لذلك عندما نكتب كتابة عروضية سنكتب الحروف التي تنطق. بطيبة تبقى كما هي، رسم هنا التنوين نضيف نون ساكنة، رسم للرسول، لي ثم مباشرة تحذف التعريف هنا إنها شمسية، إذن ال الشمسية تحذف، ولذلك نمر مباشرة إلى الراء، للرسول، للرسول. والرسول هناك إدغام، يفك الإدغام، الأول ساكن والثاني متحرك، للرسول. ومعهد، إذن الإشباع تضاف واو ساكنة بعد كلمة الدال. منير، إذن منير التنوين نضيف نون ساكنة. وقد تعفو، إذن كل ما ينطق يكتب، الواو لا تنطق إذن لا تكتب. تعفو الرسوم، إذا ننتقل مباشرة من الفاء إلى الراء. تعفو الرسوم، راء ساكنة، راء متحركة لأن هناك إدغام فيفك. الرسوم وتهمد، وفي الأخير الإشباع، إشباع حركة حرف الروي، إذا نضيف واو ساكنة تناسب حركة الضمة. هذا فيما يتعلق بالكتابة العروضية. ثم بعد ذلك يأتي وضع الرموز. أمام أو تحت كل حركة نضع خط مائل، وتحت السكون صفر. إذن هذا بالنسبة لوضع الرموز. بعد ذلك نضع التفعيلات. التفعيلات المناسبة لهذه القصيدة هي: فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل، وهي تفعيلات بحر الطويل. طويل له دون البحور فضائل، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل. أما القافية فهي من آخر ساكن، إذن إلى الأخير، آخر ساكن إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي قبل الساكن، وبذلك تكون القافية هي تهمد. إذن الساكن الأول هو الواو، واو الإشباع، الساكن الأول إلى الساكن الذي قبله وهي الهاء الساكنة مع المتحرك الذي قبله هذا الساكن وهي التاء، وبذلك تكون القافية تهمد. حرف الروي هو الدال، أما حرف الوصل فهو الواو، واو الوصل، وصل بإشباع، هنا أضفنا الواو، واو الوصل بالإشباع. إذن هذا بالنسبة للكتابة العروضية، كذلك تحديد البحر والقافية وحرف الروي وكذلك الوصل. إلى هنا نأتي إلى ختام موعدنا. أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.